إلى التفاصيل مجددا، أهلا بكم. افتتح الرئيس مسعود بارزاني نسخة 15 من معرض أربيل الدولية للكتاب، حيث تضمنت النسخة الحالية فعاليات ثقافية وفنية غير مسبوقة. وجرت مراسم افتتاح معرض أربيل للكتاب بحضور رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، ورئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق جينان بلاسخارت، ورئيس ائتلاف الوطنية إياد علاوي، بالإضافة إلى عدد كبير من الشخصيات السياسية والاجتماعية والثقافية. وكانت آخر نسخة قد أقيمت قبل 3 أعوام قبل أن يتوقف المعرض بسبب تداعيات الوضع الصحي الناجم عن انتشار جائحة كورونا. وتشهد هذه الدورة مشاركة أكثر من 350 دار نشر عراقية وعربية ودولية، فضلا عن دور النشر في إقليم كردستان، وجميعها تعد من الدور الرصينة، حيث سيعرض المعرض أكثر من 1,000,000 عنوان. تقيم مؤسسة المدى للإعلام والثقافة والفنون معرض أربيل الدولي 15 للكتاب بعد انقطاع دام 3 سنوات، بمشاركة 18 دولة من ضمنهم الوطن العربي ودول أوروبا أيضا، إيطاليا وبريطانيا، فرنسا، ألمانيا، بلجيكا، إيران، تركيا، كلها دول مشاركة. طبعا المشاركة هذه مشاركة مميزة، لأن سابقا بسبب جائحة كوفيد 19 ما قدرنا ننظم المعرض. سابقا وذكرت 18 دولة مشاركة بأكثر من 350 دار نشر يضم أكثر من 1,000,000 عنوان. طبعا انطينا اهتمام للجانب الحديث من الإصدارات أكثر من الإصدارات القديمة، كونا الشارع العراقي والشارع الكردي بالذات متعطش جدا لمعرض الكتاب. بالنسبة لمشاركة وزارة الثقافة بالأخص هي دار الشؤون الثقافية العامة، هي إحدى تشكيلات وزارة الثقافة والسياحة والآثار التي تعنى بطباعة المنجز الإبداعي الثقافي العراقي. دار الشؤون الثقافية شاركت بأكثر من 600 عنوان من مختلف صنوف المعرفة والإبداع الثقافي العراقي، وقد خصصت الدار خصومات تصل إلى 50% لتلبي حاجة القارئ الكريم ويكون قريب منا، إضافة إلى مشاركتها بعرض مجلاتها الثقافية، وهي مجلة المورد، مجلة الأقلام، مجلة الثقافة الأجنبية، ومثل مجلة الثقافة الركمانية والتراث الشعبي، إضافة إلى الثقافة التركمانية. مشاركتنا هذه أتوقع رقمها 11 تقريبا في هذا المعرض. هذا المعرض بالنسبة لنا كناشرين عرب، ناشرين عراقيين ولبنانيين، هذا المعرض جدا مهم، فضلا عن كونه مهم للناشر الكردي والقارئ الكردي فهو أيضا مهم للقارئ العربي. هذا المعرض يغطي منطقة إقليم كردستان أضافة إلى الموصل وكركوك. طبعا بعد انقطاع 3 سنوات بسبب أزمة الكوفيد والآن عودة المعرض، نتوقع أن يشهد زخما كبيرا وأن يشهد نجاحا مضطردا. وهذا ليس رأيي فقط بل رأي معظم الزملاء المشاركين في المعرض، تجد زملاء لنا عربا من مصر ومن الأردن ومن لبنان ومن كل الدول العربية، حتى من المغرب العربي في هذه السنة يوجد مشاركة.